السلام عليكم. يقول السائل: هل ولاة الأمور المسلمين الحكام الذين لا يحكمون بالكتاب والسنة وهم مسلمون، هل هم ولاة الأمور؟ وإذا كان لا، فهل يجوز محاربتهم وإزالتهم بالحروب والقوة؟ هذا السؤال أسأله: هل هالمحاربات التي حصلت هل هي أنتجت الآن في البلاد التي حصلت فيها والمشاكسات، هل هي أنتجت هدوءا وسلامة واستقرارا وحقن دماء وتنمية موارد؟ هذه دعايات منقوطة